السودان وجنوب السودان. متابعة شيقة نتمناها لكم. مستمعين راديو تمازيج أينما كنتم أصادلها أوقاتكم، ونحييكم من راديو تمازيج إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم، وفيها تتابعونا بعد القليل. الولايات المتحدة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير سابق وشركتين بسبب الصراع في السودان. شكاوى من نفط الخدمات في معسكر كودوكا لإيواء النازحين والعائدين. برلمان جنوب السودان يستدعي وزير الخارجية والدفاع في قضية النزاع الحدودي بين جنوب السودان وأوغندا. محكمة عرفية في ولاية الوحدة تحكم بالسجن 5 سنوات لرجلين في قضية اغتصاب فتاة قاصر. كانت تلك مقدمة النشرة، لكم التفاصيل من راديو تمازي. فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على وزير الخارجية السوداني الأسبق علي كارتي وشركتين لدورهم في تغويض السلام والأمن والاستقرار في السودان. وخدم كارتي في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثين سنة. وتم إدراج شركة أدفانس كامباني ليميتد، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأمن ومقرها السودان، ويديرها أعضاء مؤثرون في قوات الأمن السودانية وشركة العسكرية أدفتيت ومقرها روسيا، على خلفية أعمال تحدد استقرار في السودان. وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات بريان نيلسون إن إجراء الخميس يحاسب أولئك الذين فوضوا جهود المبذولة لإيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان. وتابعت مراسل استهداف الجهات الفاعلة التي تغذي هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية. وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تعاونت هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات بشكل وثيق لتسهيل عمليات قوات الدعم السريع، بما في ذلك شراء المكونات الأساسية والإمدادات وتدريب المركبات الجوية دون الطيارة. بالإضافة إلى ذلك، فقد قاموا بتزويد معدات المراقبة الحيوية لأنشطة القوة الشبه العسكرية في هضم الأعمال العدائية التي طال أمدها. وتعتبر العقوبات أحدث محاولات واشنطن لتحميل المتشددين الإسلاميين مسؤولية الحرب التي اندلعت في أبريل الماضي، بعد أن حاول الجيش السوداني دون جدوى حل قوات الدعم السريع في انتقال ديمقراطي للسلطة. يشهد السودان قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل في صراع أسرى مقتل آلاف وتشريد أكثر من 5.2 ملايين وفقا لأرقام الأمم المتحدة. وافق النواب المجلس التشريعي الوطني الانتقالي المنشط بجنوب السودان الخميس على استدعاء وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الدفاع وأعلن ترسيم الحدود بين جنوب السودان وأوغندا. واطلع النواب البرلمان المسؤولين الحكوميين للرد على أسئلة البرلمانيين بشأن قضية الحدود في كاجوكيجي. وقال البرلماني جوزيف كيجو ممثل كاجو كيجي في البرلمان أن هناك توقلا للجيش الأوغندي بالقوة في أراضي جنوب السودان بمنطقة نيانغو مودا في مقاطعة كاجو كيجي، وقاموا بطرد المواطنين. وأبان أن بعد نشر قوات تم تحجير مئات المواطنين من النساء والأطفال. وتابعنا وفقا لمراقبته للصحف الأوغندية، فقد أشارت القصاف أن المواطنين في مقاطعة يومبي الأوغندية متججون بالسلاح والسهام والمناجل، وهم في حالة تأهب قسوة ويدمرون المنازل ويطردون الناس من قرية جابور بجنوب السودان في منطقة بوري. وردا على شكاوى البرلمان، وافق المجلس على استدعاء وزير الخارجية جيمس مورغان فتية ووزير الدفاع وأعضاء اللجان ترسيم الحدود بين جنوب السودان وأوغندا للرد على تساؤلات البرلمانيين. وقال البرلماني بيتر لومودي فرانسيس من تحالف المعارضة بجنوب السودان أن نشر القوات داخل أراضي جنوب السودان تهديد للسلامة الإقليمية. وأشار البرلماني جون أغان المتحدث باسم البرلمان أن ما يحدث في الحدود مع دولة أوغندا ثمن الانضمام إلى منظومة شرق إفريقيا، وقال أنه كان من الأشخاص الذين عارضوا انضمام جنوب السودان للمنطقة، لأن تخلف جنوب السودان في جميع المجالات يمكن استغلاله من تلك الدول. وقال فاروق قدكوث رئيس كتلة الحركة الشعبية في المعارضة بالبرلمان
شعوب السودان يجب ألا